يعد فقر الدم من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس، وذلك نتيجة أسباب عدة، منها سوء التغذية والإصابة ببعض الأمراض كالالتهابات والأورام. وعلامات فقر الدم تختلف من شخص لآخر تبعاً لحالته الصحية وعمره، منها الشعور بالدوار وعدم القدرة على الاتزان وانخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ، الشعور بالصداع بشكل دائم، الشعور بالضعف العام والتعب المستمر، شحوب لون البشرة خاصة الوجه وتحت العينين، اضطراب نبضات القلب وعدم انتظامها، فقدان الشهية، ضعف بصيلات الشعر وتساقطه، صعوبة التنفس خصوصا عند القيام بأي مجهود عضلي، ضعف مناعة الجسم والإصابة المتكررة بالأمراض. ولتجنب هذه لابد من الالتزام من المزيد من النصائح والعلاج الملائم لهذا المرض من خلال الأغذية الطبيعية، حيث يعد السبانخ من الأغذية الغنية بالحديد والكالسيوم والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة المسؤولة عن تقوية الدم وتخليص الجسم من سمومه. الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة غنية أيضاً بالحديد وبحمض الفوليك وأيضاً الفاكهة، ويجب تناول المكملات الغذائية وتجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي، فهي تمنع الجسم من امتصاص الحديد المسؤول عن تكوين الدم. ويجب تجنب الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالحديد، لأن فرط تناولها يؤدي إلى تعريض الشخص للخطر. ولا ننسى أيضاً التوجه إلى الطبيب عند الضرورة والالتزام باستشارته الطبية الملائمة للحالة. مرحبا، شو هو فقر الدم أو الأنيميا؟ كيف بيتم تشخيصه؟ هل الوراثة دور؟ كيف بتقي الحامل نفسه وجنينه من الإصابة فيه؟ كل تفاصيل حنعرفها معي أنا الدكتور رنا الحسن من فريق أطباء الميدوز. بداية لازم نعرف من شو بيتكون الدم. كلنا نعرف الدم عبارة عن ثلاث خلايا رئيسية، كريات دم حمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين لخلايا وأنسجة الجسم بشكل رئيسي، خلايا الدم البيضاء المسؤولة بشكل أساسي عن المناعة وهي خط الدفاع الأول والمهم في الجسم، والصفيحات الدموية اللي لها دور كتير مهم بتخثر الدم. معلومة كتير مهمة المفروض نعرفها هو إنه بالحياة الجنينية الدم بيتكون عن طريق الكبد والطحال، مجرد ولادة الجنين بيوقف دور الكبد والطحال، بيبلش عندي دور نقي العظم بتكوين الدم، فبالتالي من بعد ولادة الجنين بيصير نقي العظم هو المسؤول الأول عن تكوين الدم، وبشكل رئيسي من العظام الطويلة بالجسم والمسطحة مثل عظم الفخذ، عظم القص، عظم العضد والأضلاع. حديث اليوم رح يكون عن فقر الدم. كلنا بنعرف إنه فقر الدم له أسباب كتيرة، أسباب متعددة، منها نزفي، منها انحلالي، منها وراثي. الأهم يلي بدي أقوله، عند الشك بأي عرض ممكن يوجهني لمرض دموي الأفضل أنه راجع أخصائي طبيب دموية مباشرة لحتى يحط تقييم للحالة ويوصف العلاج المناسب بأقرب وقت. حديث اليوم رح يكون عن أشياء أنواع فقر الدم، يلي هو فقر الدم بعوز الحديد. هو نوع شائع جداً
عربيا وعالميا. هو من أشياء أنواع فقر الدم، هو نوع مهم جدا، لأنه أنا وقت بشخصه بشكل بسيط جدا بقدر اتلافى الحالة اللي ممكن أوصل فيها لا 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 للحالات الشديدة جدا واللي بيكون صعب جدا علاجه. فقر الدم بيعوز الحديد. لنحكي عن الموضوع بشكل عملي ومفهوم للكل، رح انطلق من حالة شائعة جدا سواء كنت طبيب أو حتى من خارج الوسط الطبي بتتعرض لها بشكل يومي كسؤال، إنه سواء من أختك، من والدتك، من والدك أو حتى من رفقاتك، بيقول لك أنا خلال الفترة الحالية حاسس حالي مو تمام، حاسس حالي دائما همدان، حاسس حالي تعبان، حاسس حالي مالي حيل أتحرك من هون لهون. فبالتالي هذا أول عرض مهم لفقر الدم بيعوز الحديد أو لفقر الدم بشكل عام، يلي هو التعب والوهن العام. بتقول لك والدتك مثلا أنا حاسة إنه ولاد عم بشتغل هلأ من جديد، عم بشتغل البيت، عم بتحرك أي حركة بسيطة عم بلهت، عم حس حالي عم يصيبني مثل ضيق نفس. فبالتالي ندخل بالعرض الثاني لأعراض فقر الدم يلي هو الزلة التنفسية وضيق النفس. بتقلك لدرجة ممكن توصل معي عم حس إنه قلبي عم يخفق، وفعلا بتوصل لحالة بعد الزلة التنفسية بيصير عندها خفقان تسرع بمعدل ضربات القلب، وهو العرض الثالث والمهم من أعراض فقر الدم. بالإضافة بيقول لك دائما عم بحس حالي ضعيف، شعور الدوخة هو شعور شائع جدا من أعراض فقر الدم. بيقول لك دائما حاسس بوجع راس، الصداع، الدوخة، الصداع. بالإضافة إلى إذا دققت بالشخص اللي عم يسألك أو المريض أو حتى حدا من أفراد عائلتك، بتحس في تغير بلون بشرة الشخص، بتحس في شحوب، بتحس في وجهه لونه مو تمام، مو مثل الفترة اللي مرقت قبل. فالأعراض كمان المهمة واللي بتوجهني لفقر دم هي الدوخة، وجع الرأس اللي ما له سبب معين، بالإضافة إلى الشحوب. حديثنا كان عن فقر الدم بيعوز الحديد، بالإضافة للأعراض اللي ذكرتها يلي هي خفقان، زلة نفوسية، دوخة، صداع، تعب ووهن عام، في أعراض بتميز فقر الدم بيعوز الحديد. ليش هي أعراض مميزة لفقر الدم بيعوز الحديد؟ لأنه عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا وله وظائف كتير كبيرة بالجسم. مثل ما بنعرف أن عنصر الحديد بيدخل بتكوين الهيموغلوبين، خضاب الدم، بس كمان له وظائف تانية كتير كبيرة. فبالإضافة للأعراض اللي حكينا عنها اللي هي أعراض فقر الدم بشكل عام، ندخل بأعراض بتميز فقر الدم بيعوز الحديد، يلي هي الحديد عنصر مهم جدا بتأثيره على مركز الشهية. فبتلاحظ المريض اللي عنده حصرا فقر دم بيعوز الحديد مشكلة بالشهية عنده، تتظاهر إما بنقص شهية، بيقول لك أنا عم حس حالي شهيتي هالفترة مو تمام. ممكن مريض تاني يقول لك أنا عم حس بزيادة شهية. أي فعلا فقر الدم بيعوز الحديد ممكن عند أشخاص معينة تتظاهر بزيادة شهية، وليس مثل ما متعارف عند الكل أنه خلاص فقر الدم معناها نقص شهية، لا، عند بعض الأشخاص ممكن تتظاهر بزيادة شهية. عند أشخاص تانية ممكن تتظاهر عندي باضطراب شهية. كيف يعني اضطراب شهية؟ يعني لا زيادة ولا نقصان، وإنما المريض بحس بالشهية لا لأطعمة وأغذية غريبة. يعني بتقلك مثلا أمك والله جاي عبالي، أو أختك ما بعرف ليه جاي عبالي دوق التراب. تراب كثيرياتنا بنستغرب إنه تراب، أو ممكن التلج، تحب تروح تدوق التلج، بصير عندها شهية لهالأغذية الغريبة. الحالة اللي بنعرفها كلياتنا باسم بيكا، يعني هي شهوة الطين. هاي الحالة كتير مميزة وعرض كتير مهم لفقر الدم بيعوز الحديد، واللي هو اضطراب الشهية عند الشخص اللي بتجعله يشتهي لأشياء غريبة. قلنا أشياء، تراب، طحين، كلنا سوا عرفنا أعراض فقر الدم بنقص الحديد. بدنا ننتقل للخطوة الثانية اللي هي التشخيص. طبعا التشخيص كتير مهم بشكل باكر، لأنه أنا إذا وصلت لحالة إزمان بفقر الدم بنقص الحديد وأنا ما أنا منتبه للحالة، ممكن الأعراض اللي حكيناها تشتد
ممكن الحالة ما تقتصر على شوية دوخة، على تساقط شعر، على حالات معينة، ممكن توصل حالة بحالات الإزمان لتشكل حلقة بنسميها حلقة بلومر فينسون بالمري، مسؤولة عند الشخص على إحداث عسرة بلع. بيقول لك أنا حاسس إنه ما عم ببلع اللقمة بشكل منيح، حاسس في شيء عم يضايقني. كمان هي من حالات الإزم، بتوجهنا حالات إزمان بفقر الدم بعوز الحديد. لهيك التشخيص الباكر مهم جدا لحتى ما نوصل لهي الحالة. كيف يتم التشخيص؟ أنا مجرد ما أخذت قصة سريرية من المريض، توجهت لحالة فقر دم، بطلب له مباشرة تحليل CBC، تحليل تعداد دم كامل، بيعطيني عدد كريات الحمراء، عدد الكريات البيض الصفيحات، وبطلب له تحليل خضاب هيموغلوبين الدم. طبعا ملاحظ عند المريض نقص بعدد الكريات الحمراء، ولما نجي نطلع على الخضاب على تحليل الهيموغلوبين اللي هو العنصر الأهم بتشخيص فقر الدم، ملاحظ انخفاض الخضاب والهيموغلوبين عند الذكور لأقل من 13 جرام بالديسيلتر، وعند الإناث لأقل من 12 جرام بالديسيلتر. طبعا هالتفاوت بين الذكور والإناث بيرجع لأنه مثل ما بنعرف الإناث عندها دورة طمسية شهرية تخسر خلالها كمية من الدم، هذا الشيء كفيل لأنه يخليني أعطي رنج معين أقل للإناث لما بدي أحط تشخيص للخضاب. مجرد ما تأكدت من مستوى خضاب الدم، طلع عندي عدد كريات حمراء قليل، طلع عندي مستوى خضاب أو هيموغلوبين قليل أقل من 13 عند الذكور، أقل من 12 جرام للديسيلتر عند الإناث، بطلب ممكن أطلب نطاخة لحتى أتأكد من نوع فقر الدم. باللطاخة الدموية بيظهر عندي كريات الدم الحمراء صغيرة الحجم، ناقصة الصباغ واللون، هذا الشيء بيحطني بخانة فقر الدم، ناقص الصباغ، صغير الكريات، واللي بيخليني أفكر أكثر ويحطني بتشخيص صحيح ودقيق بفقر الدم بنقص الحديد. بعدين الخطوة الثانية لحتى نأكد تشخيص حالة فقر الدم بنقص الحديد، ما تكون حالات فقر دم بأعواز تانية أو لأسباب تانية، لأن فيه أسباب كثيرة ما رح ندخل بتفصيلاتها، لأنه قلنا رح نحكي عن أشياء حالة اللي هي نقص الحديد. مطلب تحليل لمشعرات الحديد يلي تعطيني فكرة عن قيم الحديد بالجسم. شخصنا حالة نقص فقر دم بنقص الحديد، رح يسألك المريض مباشرة ليش صار معي فقر دم بنقص الحديد؟ بيقول لك أنا دائما أكلي منيح ودائما باكل، ليش أنا صار معي هالحالة؟ بتقول له أول شيء وأشياء سبب لفقر الدم بنقص الحديد هو نقص الوارد الغذائي من عنصر الحديد. بتقول له أنت ممكن عم تاكل، ممكن عم تنوع بغذائك، بس ما عم تاخذ الكمية الكافية المطلوبة يوميا من الحديد، فهو هذا أشياء سبب. وقت بقدر شخصه، بقدر وجه المريض، بقدر يتلافى هاي القصة بخطوات كتير بسيطة ويوصل لمستوى حديد مناسب بالجسم. 2، ممكن يكون عم ياخد حديد بالجسم بس عم يكون في حالة سوء امتصاص، يعني أنا عم بتناول الوارد الغذائي الكافي من الحديد يوميا، ولكن في حالة معينة، حالة اضطراب بالجهاز الهضمي، ما عم تعمل امتصاص للحديد بشكل كامل، أي سوء امتصاص الحديد هو كفيل بأنه يعمل لي حالة فقر دم بنقص الحديد. بعد ما شخصنا حالة فقر الدم بنقص الحديد وعرفنا الأسباب اللي ممكن تكون وراء هالحالة، رح نحكي عن كيفية العلاج. لكل مريض بيعاني من فقر دم بنقص الحديد ننصحه كالتالي: 1، الحفاظ على وارد غذائي كافي من الحديد يوميا ليأمن لي المستوى الكافي من الحديد بالجسم. كيف نحصل على الحديد؟ من الأغذية الغنية فيه، واللي أهمها وأشهرها هي اللحوم، الخضروات، الحبوب وخاصة العدس، البندورة والذرة. هي أهم العناصر اللي ممكن تأمن لي وارد كافي من الحديد. طبعا الأغذية تانية كثيرة بس هي الأشياء واللي كتير غنية بالحديد. بعد ما حكينا عن الوارد الغذائي وأمننا وارد غذائي كافي يوميا، ممكن أرجع للعلاج الدوائي. العلاج الدوائي هو عبارة عن حب حديد من نمط سلفات الحديد أو جلوكونات الحديد، بقدر أخذها فمويا. طبعا حسب تحديد درجة فقر الدم بنقص الحديد بيتم وصف الطبيب وصف الجرعة اليومية المطلوبة للمريض.
وإذا كان في عدم تحمل من قبل المريض للحديد فمويا، لأنه في كتير مرضى بتعاني من أعراضه بتقول لك المزعجة، بيعطي طعمة شوي سيئة للمعدة، بيصير في عنده حالة من الإمساك، حالة شائعة أثناء العلاج بالحديد، ممكن نلجأ لأنه نعطي الحديد بشكل عضلي أو وريدي. طبعا احنا بنفضل بهالحالة عند المرضى اللي بيعانوا من عدم تحمل الحديد الفموي انه نعطيه وريدي وليس عضلي، لانه ابرة الحديد عضليا هي ابرة مؤلمة جدا، لهيك بنفضل نروح للطريق الوريدي اكثر من العضلي. معلومات كثير مهمة لازم كل مريض عم ياخد علاج حديد يعرفه. في امور بتحسن من امتصاص الحديد وبالتالي بتضمن لك انك تحصل على الحديد بشكل كامل، بشكل يقدر يوصلك لبر الأمان، هو الوسط الحامضي. لهيك بيقول لك المريض اللي بياخد حب حديد بيقول له الطبيب الأفضل أنك تاخد حبة الحديد قبل الطعام، بتكون المعدة فارغة، بيكون بعده الوسط حامضي، هذا الشيء بيسهل وبيزيد من امتصاص الحديد. ولكن نرجع نقول لأعراضه شوي المزعجة على المعدة، لأنه مخرش بشدة، لأنه بيعمل ألم وحالة من عدم الارتياح بالمعدة، فالطبيب بفضل أنه يصفه مع الطعام. الشغلة تانية بتزيد من امتصاص الحديد وبتضمن لي أني أحصل على الحديد بشكل كامل هو عنصر الزنك. لهيك بتلاحظ أنه دائما وقت بنوصف الحديد بنوصف معه مركب تاني فيه زنك. من الأمور أيضاً كمان بتحسن من امتصاص الحديد هو فيتامين سي. فيتامين سي فيتامين مهم جداً، كفيل لأنه يحسن لك من امتصاص الحديد. وإذا ما كان متوفر عندك بالبيت فيتامين سي، كاسة برتقان فريش كفيلة بأنك تحسن لك من امتصاص الحديد. الممارسات الشائعة المغلوطة هو تناول الشاي مع الوجبات الطعامية وخاصة الفطور. كلياتنا بعيالنا أبونا أمنا حتى ممكن نحن ما بنقدر نشرب ناكل الفطور غير مع كاسة شاي. هذا الشيء له تأثير سيء على صحتنا. مثل ما نعرف الشاي له تأثير سلبي على امتصاص الحديد، بيقلل امتصاص الحديد. أنا إذا حبيت أشرب شاي ممكن أخذه بعد الوجبة الطعامية بساعة لساعتين، هون بيكون أنا ضمنت حصولي على عنصر الحديد بشكل كافي من الوجبة الغذائية اللي أخذتها، وقتها فيني أشرب الشاي بكل أريحية. من الأخطاء والممارسات الثانية الشائعة واللي من مهمتنا كفريق أطباء الميدوز التوعية حولها، فكرة كتير مهمة وانتشرت بالآونة الأخيرة بشكل كتير رهيب، هو بتلاقي في بوست معنون أو مقال طبي معنون: هل لاحظت يوما من الأيام وجود كدمة أو زرقة على جسدك دون أن تتعرض لكدمة؟ والسؤال أو الأجوبة اللي بتجي على هذا البوست أو هذا المقال مباشرة: أكيد متعرض لصدمة عاطفية، أكيد متعرض لخيانة، أكيد 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 نفسيته تعبانة، أكيد هاي الكدمات سببها نفسي، بدك تروح تشوف حدا ما له سبب تاني. ونحن كفريق أطباء الميدوز اجتنا كتير مراسلات على بريد الصفحة عن هذا الموضوع، ومن واجبنا التوعية حوله. أي نزف سطحي على الجلد بيتظاهر على شكل بقعة حمراء اللون أو أرجوانية بتشبه منظر الكدمة، وأنت ما لك متذكر أنك تعرضت ل ضربة أو لشيء أدى لظهور هاي الكدمة، فهو سبب كتير مهم لحالات نقص الصفيحات. وبالتالي أنا بطلب من مريضي مباشرة، خاصة إذا ما كان متعرض لقصة معينة لرض، أنه يعمل تحليل سي بي سي تعداد دم كامل، ومن خلاله بقدر أنفي أو أكد حالة نقص الصفيحات. وبالتالي أي حدا بيسألك من عائلتك من أقربائك من رفقاتك: أنا عم عاني من كدمات بالجسم دون تعرض لأي رد، شو ممكن يكون السبب؟ ممكن يكون السبب ببساطة حالة نقص صفيحات. كنا معكم فريق أطباء الميدوز، إن شاء الله نكون حكينا عن وغطينا أهم الأفكار يلي بتتبع بمجتمعنا ووعينا وضوينا على أهمها. دمتم بألف خير.